السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم معايا تشكيله خاصه بالرجال، تشكيله متنوعه بين جلابات سوزدي، جلابات زيبيه، وفي نفس الوقت نوريكم بين القفطان وجلابه. حيت الصراحه بزاف ديال الناس كيسولوني اشنو الفرق بين القفطان وجلابه بالنسبه للرجال، فاليوم غادي نوريكم الفرق، فخليكم. هي اللولانيه، نبداو بجلابه ديال سوسدي. غنوريكم جلابه ديال سوسدي هي اللولانيه. كاينه هذه جلابه سوسدي، هذا سوسدي ديال اليد، صدى انتوما مخدوم بالبرشمان. هذا برشمان سامبل، شفتوه المرمه درت فيها لونها والديغرادي وبالعقيدات، كيكونوا هاد الحسيكات هنايا كي كتشوفوا. هذه بالخراط ثم ودرت مع هاد لا شوميز هادي ديال الراندا، بصراحه كتجي رويقيه وكتجي هماويه نتوما. دابا نوريها لكم من بعد، نوريها لكم بوحدها هي والسروال القندريسي ديالها. هنا هذه حتى هي جلابه ديال سوسدي، سدا كنقصد سدا انه كيكون منسوج بالصوف وكيكون في المنسج، يعني كيتنسج باليد. هذه جلابه خماسيه كنخدمها بالمرمه عريضه، دونك راه هنا 5 سنتيم في كل جهه، وكندخل عليها الديغرادي ديال اللون ها نتوما، وحتى البرشمان ديالها هنا كيكون على 5 ها نتوما. الحسيكات حتى هما كبرين، وكيكون حتى الكتاف والدره ديالكم حتى هي كتكون خماسيه ها نتوما كي كتشوفوا. هذه الصراحه حتى هي كتجي هماويه، قلت لكم كتجي عامره الخدمه، كتجي الصراحه رويقيه، كتجي زوينه. هذه معها الفراجيه بالمعلم والعقيدات، هذه كتكون 3 بيس بالفراجيه ومعها حتى السروال القندريسي. انا نوريكم السروال القندريسي، السروال القندريسي صراحة تيجي زوين في البلدي وتيكون ساهل في اللبسة هانتوما كي كتشوفو. حتى هو مخدوم بالمعلم، مخدومين ليه الجويبات، مخدومين ليه الرجلين، وكنديرو الصمطة القدام ولاستيك من اللور هانتوما، حيت شي الا مكانش لاستيك من اللور وكانت كلو صمطة كيضطر السيد انه يدير ليه الصمطة باش يزكا وما تيجيش زوين في اللبسة، فكنديروا ليه لاستيك كيجي زوين وكيجي خفيف وسهل. وحنا السروال القندريسي كيف قلت لكم يعني معروف لينا في الجلابه بالنسبه للرجال، تيجي زوين وخفيف وراقي. كاينه هذه حتى هي كيف قلت لكم، هذه سوسدي شعره حتى هي سدا. هذه في صاله مخزانيه، حتى هذه الخزيه اللي وريتكم دابا راها في صاله مخزانيه، غنعاود نوريها لكم شفتوها حتى هي في صاله مخزانيه. هذيك الاولانيه كانوا فيها الخراط، هذه لا في صاله مخزانيه. هذه حتى هي نفس الشيء، حتى هي في صاله مخزانيه، ومير البرشمان على 3 يعني رقيق. شبان لكم الفرق مع الاولانيه؟ الاولانيه كان البرشمان ديالها هانتوما كي كتشوفوا، هذا كي قلت لكم على 5 يعني عريض، هذه لا هذه على 3. شفتوا الفرق كيبان؟ هذه كيف قلت لكم كتجي خفيفه، هذه كتجي عامره هماويه، والخضر كيصلح عاوتاني بالنسبه للعريس. هذا هو الفرق. هذه خدمتها بالمرمه اللون في اللون نتوما، والرجال كنديروا لهم المرمه في الداخل. شفتوها كتجي حتى هي غزاله. كاينين اشكالات اللي درت لهم المعلم، يعني بغينا نخرجوا من الستيل كلاسيكي اللي تيبغي جلابه متميز بها هو بوحدو، فهادو خدمتهم بالبرشمان وزدت عليهم زواق ديال المعلم هانتوما. البرشمان على 3 سامبل، ودرت ليها خدمه المعلم شفتوها. كيف قلت لكم كاين اللي كيبغي شي حاجه اللي متميزه في صاله مخزانيه ومعها الفراجيه ديالها بالمعلم حتى هي باليد بالرقيق، والسروال القندريسي
هادو كيمشيو 3 بياس، وهادو كيف قلت لكم يعني جلبات لي اونيك، واللي ما تلقاش شي حد داير بحالهم هكا بالمعلم، اولا بعض المرات كنزيد المعلم هنايا، فكيجيو جلبات مغايرين، حيت الصراحه الرجال ما عندهمش شي حاجه كثيره بالنسبه للخدمه، فلذا كنحاول مره مره ندخل شي حاجه اللي تكون خفيفه وتكون في نفس الوقت مغايره. ما كاينين زويجه اللي درتهم بالمعلم والصراحه جاو زوينين. نعم ما بقاو غير جوج، شفتوها هذه حتى هي خدمتها بشكل اخر نتوما، ودرت هاد الزويقات هنايا شفتوها كيف قلت لكم يعني جاو شكيلات مغايرين. هذه بالخراط، كاينين الرجال اللي كيبغيو بحال هكا شكالات اللي يكونوا كيف قلت لكم مختلفين، ولابس غير هو بوحدو. فدابا نوريكم الفرق بين القفطان والجلاب، فهذا هو القفطان، القفطان كيكون بالخراط ما كيكونش مخزاني، كيكونوا الكتاف ديما كيجيو حد قد يعني ما كيجيوش الكتاف طايحين، الجلابه كيخصو الكتاف يكونوا طايحين، بالنسبه للقفطان لا تيجيو الكتاف حد قد، وكنخدموه بالمعلم نتوما كتشوفوا بالمعلم، يعني كتجي الخدمه صايره دايره كيجي بالمعلم السطوق نتوما، وما تيكونش فيه القب هانتوما. جلابه فيها القب مخدومه بالبرشمان، هذا لا هذا ما فيهش القب، جلابه تيكونوا الكتاف طايحين نتوما باش يبان لكم الفرق. شفتوا هادو راه نفس العبار، مي هذه جلابه تيخص يجيو الكتاف طايحين، القفطان لا يعني القفطان تلبس بحال تلبسات شي شوميز ولا هانتوما شفتوا، وبالمعلم حتى هو والمعلم كلشي بالرقيق كلشي باليد هانتوما. شوفوا الزويقه كيفاش دايره، شوفوا الخدمه بالرقيق كيفاش دايره، العقيده حتى هما رقاق، كنديروا السنسله هنايا باش دغيا كيدخل هانتوما دغيا كيتلبس، حتى هو كتكون معاه الفرجيه والسروال القندريسي. انا نوريكم الفرجيه، هذه درت ليها الركابيه حيتاش ما يمكنش نديرو داير، اصلا هو الكول داير وتزيد هذاك الفرجيه دايره ما كتبانش، فلذا كنديروا ليها الركابيه باش ملي كيتسد ملي تيتلبس القفطان وتيتسد تيبان تتبان هاد لابوند هادي شفتوها، وكتكون فيها السنسله في الجنب ومعها السروال القندريسي بطبيعه الحال. دونك هذا هو الفرق بين القفطان والجلابيه، يعني انا جاوبتكم على السؤال ديالكم، واللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه فمرحبا يكتب ليا في لي كومونتير وانا نجاوبو. بالنسبه لهادو بغيت نوريهم لكم ديال الراندا اللي وريتكم قبيله، هذه لا شوميز كتخدم بالراندا نتوما كي كتشوفوا، العقيدات حتى هما بالراندا، الكمام نتوما بالراندا شفتوها، كاين اللي ما كيبغيش الفرجيه كتجي طويله كيبغي هكا لا شوميز، وهذه كتكون لا باز يعني تقدر تلبسها مع اي جلابه مع اي قفطان مع اي لون ما عندكش فيه المشكل، يعني هادو كيتمشاو كيف قلت لكم باز تلبس مع كلشي. غنوري لكم السروال القندريسي ديالها هانتوما كي كتشوفوا، السروال القندريسي تا هو كنخدموه بالراندا هانتوما، الرجلين تا هما بالراندا شفتو، ولا كوبرا كيف قلت لكم يعني من اللور تيكون لاستيك ومن القدام كتكون سمطه، تكون الجويبات كيف قلت لكم كيجي ساهل في اللبسه كيجي خفيف طريف، يعني هاد التونيكا ديال الراندا فكتجي الصراحه غزاله اللي كتعجبني، حيت كاين اللي كيبغي عاوتاني يدخل بين الرومي والبلدي فهذه كتجي عاوتاني زوينه. كاينه جلابه بزيويه، الجلابه البيزويه معروفه هذه ديال بزو، يعني حتى هي كتخدم باليد كتكون بالصوف نتوما كي كتشوفوا، كي غالبا هي كتكون مخططه كيكون فيها السامبل ديالها، ولكن غالبا المخططه
كتجي راقية هانتوما كي كتشوفوا، مخدومة حتى هي البرشمان على ثلاثة. خرجتها بهاد الغوج بغيك هذا، وعاد دخلت هاد اللوجون هذا هو اللي دخلت في الحسيكات، وهذاك اللوجون هو اللي خرجت في الفرج ديال السروال القنطريسي، وخرجت الغوج بغيك هنايا في اللوكول هانتوما كي كتشوفوا. صراحه البزيويه كتجي راقيه ودماويه يعني، وتخيشيك ما نهضروش عليها، زعما حاجه اللي غزاله. والوانها كي غادي نقول لكم غزالين، وما عندهمش حتى علاقه مع الوان ديال السوزدي، يعني السوزدي الوانهم بوحدهم، الصوف ديالهم بوحدهم، والبزيويه الوانها بوحدها، الصوف ديالها بوحدها باش تخدم بوحدها. عاد الصوف اللي كيتخدم هنايا كيكون نوع خاص، يكون علين غادي الصقل اللي باش كيعطينا هاد المعيله كتشوفوا شتو. وتا هي عندها طريقتها خاصه في الخدمه، طريقتها خاصه في اللويان. انا غنجيب لكم شي بزويه دابا تشوفوها كي كتكون باش تعرفوا بالفرق بين البزويه. صراحه السوزدي ما بقاش عندي، المهم انا نوريكم بزويه باش تعرفوها كي كتكون. هانتوما هذه بالخراز، حتى هي بالفرجيه، هانتوما شفتوها بالمعلم. صراحه كتجي راقية، زعما كتجي في اللبسه نوعية، هي كتكون نوعا ما ملكيه، يعني كي كتشوفوا سيدنا كيلبس البزيوي وتبارك الله كيلبس فيه اللوينات اللي مغيرين على المألوف، يعني الوانات اللي مبهجين مغيرين على الوانات اللي كانوا كيتلبسوا. هانتوما كتشوفوا، يعني كتشوفوا كي كنقول لكم يعني الصوف باش كيتخدم هاد لابوند هادي كتعطي اللمعه وكتكون مغايره. بحال مثلا هادي هانتوما شفتوها، هاد اللون هذا هو اللي خرجت في الفرجيه، يعني باش يخرج لينا داك الغابيل، ما باش ندير حتى هذا خضر ما غاديش تبان لينا الجلابه. هانتوما شفتوها كيف قلت لكم كتجي غزاله هادي بالنسبه لشي عريس. كاين فيها واحد لون اخر تاهو الصراحه بزاف كيحمقني. هانتوما كي كتشوفوا هنايا هادي بالصفر تخكوا، هانتوما شفتوها بالمرماطي تخكوا هو اللي خرجت هنا. هنا خدمت جوج تلوان، بغيت نغير خدمت بجوج تلوان. هانتوما صراحه كتجي راقيه، قلت لكم كتجي راقيه في اللبسه، كتجي تخيشي. هادي سوسدي حتى هي هانتوما، خدمتها بجوج تلوان بلونها وبالديكرادي ديالها هانتوما. حتى هي بالخراط، صراحة حتى هي تجي زوينة هانتوما شفتوها. نوريكم هذا قفاكم، هانتوما تا هو بالمعلم بالفرجيه السروال القنطريسي كيف قلت لكم تيكون بالخراط. الا لاحظتوا كاع راه الخرطه ديال هذا كتكون عريضه ماشي بحال الخرطه ديال الجلابه كتكون عليه صغيره. حتى هو تيجي غزال هانتوما، سمحوا لي انا نجيب لكم كيف قلت لكم هنا البزيويه ها كيف كتكون، يعني بغيت نوريها لكم. هذه بزيويه سامبل، بزيويه كتكون هكا ملويه، يعني ملي كيخدموها هكا كيلويوها حيتاش ما كتعطيش الطوع في الطويان. شفتوها كي كتكون هكا، كتكون فيها جوج متر هنايا
كتكون ملويه عاد كتحل بحال هكا يعني بزيوي هكا باش تيكون معروف. وها نتوما شتوه تيكون طايح وتيكون كاملو صوف. هذه بزيويه سامبل. انا نوريكم وحده اخرى مخططه، هذه حليناها كنتاش كنخدمها. هي كتكون ملويه بنفس الشكل. شفتوها هادي انا حليتها حيتاش كيف قلت لكم بغيت نخدمها تما كاع مع اللون ديال الصبره. هادي حيتاش بغيت نخدمها شفتوها. هذا هو اللي قلت لكم كيكون خاص باش كيعطي هذا النمعه. هادي هانتوما شفتوها في الحاشيه ديالك كتكون نفس الشيء، حتى هي كتجي بحال هذيك ملويه. نتوما يعني هادو معلومات اللي ما كيعرفش البزيوي ما كيعرفهاش كي كتكون، فهادو معلومات عليها حبيت انني نوريها لكم حدها متوفره عندي. فاللي خصاتو شي حاجه مرحبا.